ده الكابتن احمد البدري ابن المطرية شبيه الكابتن حسين الشحات. احمد البدري عامل حاله كبيره قوي في المطرية لان الشبه كبير جدا بينه وبين كابتن مصر حسين الشحات. كابتن احمد البدري بدا يدخل مجال الاعلام والنهارده بيصور مباراه بنات الاهلي مع بنات المطرية في ملعب المطرية. يعني بتبقى حاله حلوه قوي لما يكون حد ليه فيه ودايما في كل مكان ماشي فيه احمد البدري الناس بتفتكر الكابتن حسين الشحات باخلاقه العاليه وانتمائه في حب مصر والنادي الاهلي. ان شاء الله هيكون في تعاون اعلامي كبير جدا ما بين شبكه عالم مصر وبين الاستاذ او الكابتن احمد البدري في المجال الاعلامي. كل التحيه والتقدير لاحمد، كل التحية والتقدير للكابتن حسين الشحات اللي تقريبا عايش معانا في المطرية زي ما هو عايش في السلام. تحياتنا وتعالوا نكمل مع بعض مباراة بنات الأهلي والمطرية 2006. كده الأهلي جاب جول اهو 1-0. دكتور يا دكتور خلاص خلاص مريم كده شويه كده تمام. بص يعني كده يا جماعه طبعا ليلى جامد ليلى.